طلابنا الأعزاء، بالصفحة الثانية أكو عندنا تعليلين مهمة، تعليلين مهمة. عندك واحد اسمه النسبة، تعتبر النسبة طبعا 9-3-3-1، 9-3-3-1 هي شنو؟ مثالية الجواب، لأنها مبنية على أحداث الاحتمالية المتضمنة الانعزال والتوزيع الحر والإخصاب العشوائي. الانعزال والتوزيع الحر والإخصاب، يعني على القوانين الثلاثة، مبنية على القوانين الثلاثة، فلذلك اعتبرناها نسبة مثالية. زين، أيضا نعلل النتائج الحقيقية نادرا ما تكون متطابقة مع النسب المثالية. قلنا لسبب انحراف هذه النسب عن خاضع للصدفة على نحو صار مخاض، وخاصة في الأعداد الصغيرة المتنحية. هذا جواب التعليل الثاني. نجي على تعريف التضريب الاختباري. احنا يعني ما وجد لك تعريف مثل ما شفنا بالتضريب الاختباري الأول، لكن هنا ايضا شنو اساسه؟ اساسه انه احنا ناخذ الافراد اللي تحمل زوجين من الصفات السائده المتضاده ونضاربها، غير معروفه طبعا مجهوله النقاوه، وناخذ منها هذه الطروز اللي نريد، يعني شلون اضاربها بالمتنحي نفس الصفه، مثلا جي كابيتال جي سمول دبليو كابيتال دبليو سمول او جي كابيتال، فما اعرف اني اي صفه هي، اخذ لاعب تعيين دني اربعه او اضاربهم بالمتنحي اللي هو خضراء مجعده، والنواتج هي اللي راح تظهر لي بالتضريب الاختباري. هنا نلاحظ هذا الجواب لنفس السؤال المثال اللي احنا شرحنا لك اياه، لكن اخذنا الهجاء للصفتين او لصفه وضربناها بالمتنحي، وشفنا النتائج اللي تطلع لنا مختلفه حسب نقاوه الصفه.